يتجدد اللقاء بكم في برنامجنا الأسبوعي محراب موصلي، فنقف اليوم في مسجد وجامع من جوامع المدينة المباركة وهو جامع الفردوس. حقيقة جامع الفردوس من الجوامع المركزية المهمة. بني هذا الجامع عام 1417 هجرية الموافق عام 1996 ميلادية. قامت ببنائه الدكتورة ولاء عقراوي على روح المرحومة نجلاء محمود عقراوي. حرم الجامع يسع من المصلين ما يقارب 500 إلى 600 مصلي، ما شاء الله. هذا كداخل الحرم، أما خارج الحرم أو ما يسمى بأروقة الجامع وحدائق الجامع أو فناء الجامع فبحدود ما يقارب 1000 مصلي. يتكون الجامع من مصلى للرجال ومصلى للنساء ومكتبة تضم جميع الكتب الشرعية والثقافية وغرفة للإمام والخطيب وكذلك حدائقه الكبيرة.